واضح مش بين مدن الجنوب السوري التي تغلي الآن وبين الرمثة، تفصل هذه الأبراج الحدودية وشريط حدودي ضيق لا يتجاوز 1000 متر. الأردنيون في الرمثة كان لهم نصيب من غضب درعا وجوارها، فسكان هذه القرى الحدودية تحولوا إلى شهود عن قرب على ما يدور هناك في سوريا. فوميض سيارات الإسعاف التي أضاءت طرقات درعا والمدن السورية الأخرى المجاورة لها الغارقة في الظلام تشاهدها هنا بالعين المجردة، مشاهد انفردت عدسة اليوم على الحرة بتوثيقها. القلب بدمع وببتشي لأنهم أخواننا، كل هاي المنطقة اسمها سهل حوران، وإحنا وياهم يعني ما بيش ولا أي إشي بيناتنا، متصاهرين مع سوا، قرايب، عشائر متخالطة مع بعض، يعني بين الرمثة ودرعة ومناطق قرى الرمثة اللي هي عمراوة وذنيبة والشجرة 100 متر 150 متر، وهاي أنت شايف يعني لا من بس الدعاء مندعي لهم. وبحثا عن الحقيقة في ظل محاولات تغيبها وسط الحجب الإعلامي، كاميرا اليوم حاورت أيضا عبر الهاتف بعضا من سكان هذه القرى الواقعة تحت الحصار في مسعى للتعرف على أيام الغضب وآثارها على الناس هناك وكيفية معايشتهم لها. يا أخي كل المشافي فيها جرحى وقتلى، واللي بيروح على الدرعة المحطة بقتلوا مباشرة، الشوارع كلها مسكرة محاصرين، لا كهرباء لا مي لا أكل ولا شيء. هاي منطقة المنشية الأشعري، منطقة طرف درعة، انت هسه لاحظت القصف، يعني سمعت قصف بذنك ورأيته بأم عينك والسيارات الأسعاف، وهاي منطقة نوى اللي صار بها المجزرة، تلقينا على اللي هو الموبايلات أغيثونا، يعني حسبي الله ونعم الوكيل. طيب هل يستعملون يعني هناك من يقول أن الشبكة السورية قد تم قطعها، فكيف نهائياً. فكيف يعني يقومون ب على الموبايلات الأردنية؟ القصف هناك وصداه يتردد هنا، دوي كان كفيلا بهز هذه الدور وسط مخاوف عبر الناس هنا من تصدع جدرانها. نحن هنا في مدينة الزعترة، المنطقة أو الحد الفاصل بين الأردن وسوريا، وخلفنا قرى ومدن سورية تقصف ويستمر القتل فيها. حيدر العبدلي لليوم على الحرة.